والآن مشاهدينا ننتقل إلى الاحتجاجات الحاشدة والمستمرة في إسرائيل، وهي تطرح طبعا الكثير من التساؤلات بما يحصل مع الرهائن. في مقدمتها: هل ينجح هذا الضغط بإقناع نتنياهو بإعادة ترتيب أولوياته بحيث تكون صفقة الرهائن مقدمة على التمسك بمحور فيلادلفي على مدار الحرب؟ يقول المنتقدون لنتنياهو إنه يضع تحالفه اليميني المتطرف مع بتسلائيل سموتريتش وإتمار بن غفير فوق كل اعتبار آخر، بما في ذلك مصير الرهائن. صحيفة هارتس الإسرائيلية قالت صراحة في افتتاحيتها إن حماس هي التي ضغطت على الزناد، لكن نتنياهو هو الذي حكم على الرهائن بالإعدام. الضغط الداخلي هذا تزامن طبعا مع انتقادات من الخارج أيضا، بعد أن قال مصدر مطلع على المفاوضات لسيانان الأمريكية إن نتنياهو دمر كل شيء في خطاب واحد، والإشارة طبعا هنا لجهود الوسطاء الذين كثفوا اتصالاتهم مؤخرا في محاولة لوضع مقترح نهائي للصفقة، ومنها اتصال أجراه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، واتصال آخر مع رئيس وزراء قطر، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التعبير عن غضبه تجاه نتنياهو في تصريح للعربية. إذن نتنياهو يغضب الخارج وأيضا الداخل أكثر على ما يبدو، وبات أمام خيارات بل أمام نتنياهو خيارات أقل من أي وقت مضى، وباتت التوقعات قاتمة بالنسبة له، حيث تتلاشى فرص تحرير الرهائن بسبب إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفي للقضاء على تهديد حماس بحسب ما يقول. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وصف خطاب نتنياهو بأنه مراوغة سياسية مليئة بالأكاذيب، وأنه أي رئيس الوزراء صوت في 2005 لصالح الانسحاب من محور فيلادلفي واتفاق فك الارتباط سواء في الحكومة أو الكنيسة، وهو أكثر ما عزز من قدرات حماس في تاريخ إسرائيل، كما أقر نتنياهو بنفسه في مؤتمر لحزب الليكود. أما عائلات الأسرى الإسرائيليين فاعتبروا أن نتنياهو وأعضاء الكابينت قرروا نصف الصفقة وتحويل محور فيلادلفي إلى قبر لهم، وأكدوا أن نتنياهو أثبت في خطابه أنه لا يريد إعادة الأسرى، وتوعدوا بمسار تصعيدي للاحتجاجات.